دلوقتي مشاهدينا الكرام، يعني هنروح مع حضراتكم لأفلام ديزني، ويعني أعتقد إن مفيش حد فينا مش مرتبط بالشخصيات اللي كانت موجودة في أفلام ديزني، كلنا لسه فاكرينها ومتأثرين بيها، لكن كمان كتير مننا ما يعرفش مين هم الممثلين والممثلات اللي قدموا بأصواتهم أشهر هذه الشخصيات في أفلام ديزني. خلينا نعرف من خلال التقرير، نتعرف أكتر على الممثلين اللي أدوا هذه الأصوات الشهيرة والشخصيات في أفلام الرسوم المتحركة. كلنا مرتبطين بأفلام ديزني سواء كبار أو صغيرين. الأفلام دي ليها سحر استثنائي بتخليك على طول تتشد ناحية أي قصة بتتقدم، لكن مع كل الحب والعشق للأفلام كتير مننا ما بيدققش علشان يعرف مين الممثلين والممثلات اللي قدموا بأصواتهم أشهر الشخصيات في أفلام ديزني الكرتونية. مثلاً أشهر الممثلين دول إدريس ألبا اللي لعب دور رئيس شرطة بوجو في فيلم زوتوبيا، وشارك بصوته كمان في دور كلب البحر في فيلم فايندينج دوري. ومين ينسى دوره الشهير في النسخة الجديدة من فيلم The Jungle Book لما جسد شخصية شيري خان. كمان جوردي بنسون اللي حصلت على مكانها في قائمة مشاهير ديزني بأدائها دور أريال في The Little Mermaid، وقدمت الحوار والغناء، ده غير ظهورها في فيلم توي ستوري 2 و 3 بدور باربي وتمثيلها دور أريال في فيلم رالف بريكس ذا انترنت. أما أوكتافيا سبنسر فشاركت هي كمان بصوت السيدة أوتورتون في فيلم زوتوبيا، وفي 2020 شاركت بشكل رائع في فيلم The Manticore and Onward. وبراد جاريت عمل مجموعة من أشهر أفلام ديزني المشهورة زي Finding Nemo وRatatouille و A Bug's Life. براد بيعتبر واحد من الممثلين الاستثنائيين اللي بيمتلكوا نبرة صوت مميزة جداً في الأفلام اللي عملها، حتى إن النقاد المتخصصين قالوا إن براد أحدث طفرة في الصناعة دي وجذب ملايين المواطنين بشخصياته اللي قدمها في ديزني، ومن أشهر أدواره دور أوغست جوستو في فيلم Ratatouille. أما إيما تومسون فهي واحدة من الممثلات اللي قدمت العديد من أفلام ديزني، وكان أولها فيلم Treasure Planet اللي منجحش بالشكل اللي كان متوقعه الجمهور وحصل بسبب انتقادات وعدم تقدير، وجسدت فيه إيما دور الكابتن إيميليا، وبعد كده قدمت دور الملكة إلينور في فيلم بريف. ساندرا أو صاحبة الأداء الصوتي المميز في ديزني قدمت دورها في فيلم Turning Red اللي تعرض من فترة، وظهرت لأول مرة في دور تينغ تينغ في مولان في 2004. وكريستين بيل، ودي بقى بتعتبر ما تتنسيش في فولكلور ديزني، وده بفضل شغلها المميز في فيلم فروزن واللي لعبت فيه دور أنا، وبعد النجاح اللي حققته في الفيلم ده ظهرت في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام زي زوتوبيا، رالف بريكس ذا انترنت، وفروزن 2.